زعلان مش بصدق. انا اللي اقول تعمل ايه، انا اللي اقول وتمشي عليه، زي مثلا كده حبيبتي تلبسي وما تلبسيش ايه، اياكي مره في يوم انا الاقي راجعالي متاخره يا حال، انت فاهمه ايه اللي هيحصل وطبعا انت عارفه الباقي. انا سي السيد وكلامي هو اللي هيمشي. انا سي السيد مش عاجبك كلامي. السيد يلا.